طبعا مع زيادة الفحوصات هي انت بتكتشف الحالات في مراحل مبكرة، سواء كانت الحالات يعني المصابة واللي عندها اعراض او بدون اعراض. مع زيادة الحالات عدد الارقام بتكون موجودة. احنا في طبعا في علم الاوبئة نتكلم اذا كانت في نسبة لوفيات من مرض معين، هذه النسبة تنحط على عدد المرضى الموجودين، فهي تختلف. إذا كان عندك 100 حالة غير 200 حالة، فهي بس مناسبة إليها. بالإضافة إلى إحنا نكرر ونقول المصابين يعني اللي تعرضوا لمضاعفات ولا سمح الله للوفاة كانوا عندهم أعراض كامنة. إحنا لهذه الأعراض الكامنة مهم من اللي يصيده. إحنا نقول لما يكون عندك شخص عزيز أو غالي عليك أو في مكان العمل وعنده نوع من أنواع هذه الأمراض الكامنة أو اللي إحنا نسميها تزيد من خطورة المرض، هم هذا الأشخاص الأكثر عرضة إلى مضاعفات المرض ولا سمح الله الوفيات. ولاحظنا أن هذه الوفيات اللي صارت في الفترة الأخيرة أغلبهم من اللي عندهم أكثر من عرض، يعني ما يكون عندهم موضوع يعني عندهم عرض واحد أو مرض كامن، أكثر من شيء. وحسب الدراسات العالمية الموجودة إلى هذا الوقت، وهذا يمكن من الأشياء الثابتة حاليا عن مرض كوفيد 19، ان بعض الامراض جدا جدا تشكل خطر على هذا الاشخاص، ويكون موازي اليها ان احنا نقول الاشخاص اللي عندهم يعني امراض كامنه او كبار السن او مناعتهم ضعيفه ان ياخذون حذر اكثر، لانهم بيكونون هم الاكثر عرضه للوفيات.